ام سما، السلام عليكم يا ام سما. ام سما، ايوه مع حضرتك، حبيبتي سامعين اهلا كده؟ بيك، اتفضلي يا ام سما. معلش انا عندي برد، فمعلش الف هدعي لك. سلامه حبيبتي، اتفضلي. بس حضرتك شفت زي ما اكون ماشيه قاعده مع ماما الاول في بيت تيتا القديم، فزي ما اكون ماسكه شاي قلبته عليا، شاي سخن. فانا صرخت في ايديها، قلت لها ماما انت تقلبيها عليا، وقمت زعلانه منها. بعد كده لقيت نفسي ماشيه في الشارع عندنا على البحر، بس قدام فندق، زي ما يكون البحر هو بره قدام الفندق. فلقيت نفسي نزلت اتحمى، وفي ناس معايا بس نازله بهدومي، وطلعت من الميه ومعايا ست وبنتها. فانا بكلم نفسي بقول طب ازاي انا طالعه من الميه وانا ناشفه، هدومي مش مبلوله، وموبايلي في جيبي، فبقول ده الحمد لله ده حتى الموبايل ما جاتش فيه ميه، ده الموبايل برضه ماشي. فضلت ماشيه مع الست دي وبنتها، فسمعتهم بيقولوا في تحت عماره في مكان يعني دافنين اطفال صغيرين اللي هم البيبيات، بنكون متكفنين وفي طولهم واقفين. فانا بقول ايه ده، انا ابني لما اتوفى عنده 41 يوم ما عرفتش مكانه اتدفن فين، يا ريته كان اتدفن مع اطفال كده. فبعد كده لقيت نفسي ركبت مشروع مع واحده الحقيقه اعرفها وبنتها، كانت الست دي اللي بتسوق المشروع، وفجاه لقيت جوزي دي ركب جنبي. فبقول له انت عارف انت منك انت ما بتبعتش مصاريف لعيالك، فراح جه زي ما يكون مطلع لي مبلغ كده من جيبه. فبقول له ده دول هيكونوا 1000، قال لي 1000 ايه لو كانوا 500. فقلت له والله زي ما انت ما بتاكل وبتشرب وحارم عيالك ربنا مش هيسيبك. فقعد جنبي بيضحك. بعد كده لقيت واحده راكبه معانا المشروع، فبتقول لي انا عايزه 100 جنيه. فانا قلت انا مش هديها، اديها بقى انت. اديها ال 100 جنيه، فاديتها الناس جت ترجعها لنا برده تاني، فمديها لنا مديها لي عجينه زي عجينه البسكوت فيها تمنه، فانا ماسكاها في ايدي قرفانه منها. فبقول ايه ده ازاي فلوسي بتتبنى بدل عجينه؟ فبعد كده قلت له لا خد انت العجينه دي، انا ما اخدش بدل الفلوس عجينه، وماسكها عمال يقدم فيها بايديه. فانا قمت حتى انا مش عارفه انا قرفانه من الحلم هو فانا طبعا بعد التفكير. يا مسامة، والله اعلم المية السخنة اللي انكبت عليكي ديت، فهي معناتها ان والله اعلم والله اعلم هو بيدل على فزع من الجن، او بيدل على مس، او بيدل على نفضة بتجيلك، او حالة توهان بتجيلك، او عدم، او بصي التوتر، يعني هتحس ان حد بيعدي كده، حد بيعدي كده كده كده، حاجات بتتوهك. المشروع وان انت تركبيه وكلام من ده، واللي انت قرفانه، وال 100 جنيه والاحداث دي كلها، هو بيدل على بيتين، على ايوه بيتين، إيه، انت وبيت تاني، يعني هو البيتين اللي هو فاتحه، فهو بيعامل بيت على ايوه حساب بيت، هو بيعامل بيت على حساب بيت، مش منصف. ان انت طب بتقولي حرام عليك، حرام عليك ولادك وحاجات من دي كلها، فهو بيدل على اللي هو الشدية اللي انت هتاخديها عشان خاطر ولاده، لانه فعلا هو بيظلم. فايا كان ايوه الاجراء اللي انت هتاخديه معاه عشان خاطر الاولاد، خديه بالفعل علشان انت مش هتطولي منه اي حاجة. لكن طب هنعمل برضو بالمعروف، وهنبدأ ان احنا نبعت ناس والناس يتكلموا. طب انت ناوي على ايه؟ مش ناوي على حاجة، خلاص. طب يبقى المية طالما دكتورة اللي نزلت فيها وطلعت ناشفة ده ايه؟ الايه؟ المية كنت فيها وطلعت ناشفة. لا، المية اللي انت كنت فيها هو بيدل على الغرقان اللي انت فيه دلوقتي، وانك طالعة منها ناشفة وكلام من ده. فانت كنت مفكرة الموضوع هتبقى كبيرة قوي قوي قوي، هتلاقيها سهلة جدا، مش هتلاقي ان هي كانت متصعبه زي ما انت ما كنت مفكره في دماغك خالص. ايوه يا دكتورة فالمواضيع يا هتبقى رب. سهله وخفيفه وميسره عليك، وهتلاقي ان الدنيا عاديه خالص، رغم ان انت كنت حاسه ان هي جبل على ظهرك. ايوه ارجعي لنا بقى يا دكتور. ربنا يهدي لك الحال يا مسامة حبيبتي، يا رب ربنا يهدي لك الحال. شكرا لك جدا يا مسامة، شكرا.